موجز لأهم الأخبار من قناة نبأ، أهلا بكم. أعلنت غرفة عمليات تحرير جدابية سيطرتها الكاملة على منطقة الحي الصناعي جنوبي المدينة بمساندة بعض سرايا الدفاع عن مدينة بنغازي. كما أعلنت الغرفة سيطرتها على ثكنات تابعة لميليشيات حفتر بمنطقة النهر جنوبي المدينة بمساندة من سرايا الدفاع عن بنغازي، ومؤكدة سقوط أعداد من القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات حفتر دون الإشارة إلى عددهم. يأتي هذا في وقت أعلنت فيه غرفة عمليات تحرير جدابية بدء عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على المدينة مدعومة ببعض سرايا الدفاع عن بنغازي. هذا وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات البنيان المرصوص إن قواتهم أصابت مخزنا لأفراد تنظيم الدولة في المدينة. المركز أضاف أن عملية الاستهداف كانت بالمدفعية الثقيلة بعد رصد إحداثياته. هذا وتشهد محاور قتال مدينة سرت هدوءا نسبيا، فيما لا تزال قوات البنيان المرصوص تحافظ على تمركزاتها ومواقعها في المدينة. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عزم بلاده العمل مع الأطراف الدولية من أجل تسوية الوضع في ليبيا. وبحسب وكالة سبوتنيك الروسية وعلى هامش منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، أشار بوتين إلى أن الوضع في ليبيا معقد جدا ومن الصعب إيجاد الحلول في ظل التشكيلات المسلحة والنزعة القبلية بحسب قوله، ومضيفا أن روسيا ستعمل بشكل بناء مع المجتمع الدولي كله وضمان مصلحة الشعب الليبي قبل كل شيء حسب وصفه. ثمن الاتحاد الأوروبي تبني المجلس الأمن الدولي بالإجماع على القرار الذي يسمح لعملية صوفيا الأوروبية في البحر المتوسط لعب دور أكبر في تنفيذ قرار حظر السلاح على ليبيا. وجاء هذا الموقف خلال بيان صدر عن مكتب الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني، حيث قالت موغريني في بيانها أن هذا القرار يعكس دعم المجتمع الدولي للعمل الذي تقوم به أوروبا من أجل جعل منطقة المتوسط منطقة آمنة للجميع ولليبيين بشكل خاص. وكان وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا الشهر الماضي على تمديد عملية صوفيا وتوسيع مهمتها لتدريب خفر السواحل الليبية في المياه الدولية وتنفيذ الحظر الأممي المفروض على توريد الأسلحة لليبيا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.